لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: واحذر مجالسة العوام، فإن فعلت فعليك بالتغافل عما يجري من سوء أخلاقهم وترك الخوض في حديثهم. ولنا تحفظ على هذا الكلام ليس على إطلاقه، وإن كان الحذر والحيطة مطلوبتان. يقول احذر واحذر مجالسة العوام، يعني نقول له: أيها الإمام الثقة الثبت، ومن للعوام؟ إن ترك أهل الخير والصلاح مجالسة أولئك وتركوهم لمجالس الغيبة والنميمة والمنكرات وما يقع في تلك المجالس، فمن لهم؟ نحن نقول ونكرر أن مجالستهم دين يدان به الله عز وجل إذا كان بالمفهوم الصحيح. يعني إيه؟ يعني اجلس مع العوام اللي هم مني ومنك ولي وليك، بنية، بمقصد، بإرادة، بنصح، بتوجيه، بإرشاد، لتعليم، لأمرهم بالمعروف لنهيهم عن المنكر. بس يا جماعة في حاجات لازم نفهمها، عشان كلام الإمام صح برضو من زاوية، أنه بيحذرك من مجالستهم إذا كانت المجالس بتلك الكيفية المعروفة التي فيها من التفريط والإفراط والمنكرات والمخالفات. يقول لك: لا، ده انت خلي بالك كده، ممكن قلبك يمرض، والإنسان مدني بطبعه وممكن يتشرب منه. لكن حضرتك مطالب بقى كطالب علم وشخص لديه شعور بالمسؤولية والأمانة والديانة، أنت مطالب أن تجالس وأن تأخذ زمام المبادرة. يعني إيه زمام المبادرة؟ نصيحة للأخوة في المربيع، في المجالس التي في أوساطنا، خصوصا عاداتنا وعرفنا وتقاليدنا في المكان معروفة لنا، مجالسنا وعائلاتنا وقبائلنا ومناسباتنا، مش كده؟ نجالس الناس ونأخذ بزمام المبادرة ونقوم بفرض الحديث وبطرح الأسئلة والإجابات السديدة عليها، حتى لو تم الاتفاق على ذلك فيما بيننا قبل أن نجلس، حتى نحول المجلس من مجلس سوء إلى مجلس دعوة يستفيد منه الناس. يعني مثلا أضرب مثال: في مكان تجتمع فيه العائلة أو القبيلة أو الجيران أو الأصحاب أو في أي مكان كان، ابدأ شوف إيه القضية اللي أنت محتاج تبينها وتوضحها، إيه الحدث اللي موجود ولسه حي في أذهان الناس، إيه المشكلة اللي حصلة في البيئة دي، في المكان ده مع الناس دول، وابدأ تذاكر كويس وتحضر كويس وتروح تقعد تاخد زمام المبادرة وتطرح. الصحابة كانوا بيعملوا كده، كان بيجي للنبي صلى الله عليه وسلم من كل حد من وصوب ناس تقعد، فكانوا بيتعمدوا طرح الأسئلة وطرح الاستفسارات ويثروا الجلسة بالموضوع النافع المفيد. يعني أنا أفتكر بعض الشباب فاهمين الحديث غلط، لما الرجل الذي جاء من بعيد صلى الله عليه وسلم وقال أوصيني، قال: أمسك عليك إيه؟ أمسك لسانك، هي نصيحة. فالرجل كأنه استقل النصيحة، يعني قال: أو مؤاخذون بما نقول، وكل حاجة نقولها هنتحاسب عليها؟ ده مين اللي قال كده؟ سيدنا معاذ. لما الرجل استقل الوصية سيدنا معاذ قال: يعني أو مؤاخذون بما نقول، هل كان يخفى على معاذ هذا المعنى؟ لا طبعا، سيدنا معاذ عارف القصة، ده من أوائل طلبة العلم. مش النبي قال عنه في الحديث: يحشر علماء الدنيا يتقدمهم معاذ بن جبل برطوة حجر قدامهم كلهم؟ ده عالم مش شوية. وسيدنا أبو بكر سيدنا عمر كانوا يقولون: من أراد الفقه فعليه بمعاذ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن عن أربع منهم معاذ. إذن هو عالم، لكن كان عايز يثري الجلسة بما يعود بالنفع على الحضور. فالنبي قال: ثكلتك أمك يا معاذ.
يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم في جهنم إلا بحصاد ألسنتهم. الشاهد أنت لما تشوف المجالس دي، دي فرصة أن أنت تنصح، تحظ، ترشد، تعلم بفرضك للحديث، بطرحك للمسائل، بتوضيحك، لأن في إعلام شغال وميديا شغالة وفي منكرات تقال وفي إشاعات وفي كذب وفي تلبيس وفي تدليس وفي قلب للحقائق وفي أمور وأمور. الناس العوام يعني يظنوا أن اللي يقولوا الإعلام ده يبقى خلاص كلام مؤكد. لا طبعا، في حيل وفي خداع وفي كذب وفي قص ولزق وفي مش كده. فأنت نقي المواضيع اللي عايزة تتوضح، تتبين، تتشرح للناس، مع تحذير الناس من الغيبة ومن النميمة، وكما سيأتينا في الحقوق الشيخ هيتكلم عن الحاجات دي بعدين وحنتكلم فيها بالتفصيل. بس أنا عايزك تفهم نصيحة الشيخ أن أنت يقولك احذر من مجالس العوام، يعني خلي بالك لو أنت ما اغتنمتش الفرصة وقمت بالتوجيه والأخذ بزباب المبادرة، المجلس هيروح في حتة تانية، وبالتالي أنت ممكن تأثم وتشيل ذنوب بمجرد قعدتك معاهم. طيب، في منكرات، في مخالفات، إن كنت ممن يستطيع الأمر والنهي بالحجة والبيان فبها ونعمت. طيب ولو ما كنتش قادر، خلاص القاعدة، إن لم تستطع أن تزيل المنكر ها فزول أنت، امشي أنت ما تعودش، خلاص ده مش مجالك. يبقى إذن الأمر له ضوابط وليس كلام الإمام على إطلاقه، لأننا فعلا في زمن غربة وفتن، والناس يعني مع الأسف الشديد انتشر الجهل بهذه المعاني، فالواجب على من يعرف أن يأخذ بيد من لا يعرف. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، بل ندي مصطفى كله على بعض، طيب ناخذ آخر نقطة ونكمله المرة الجاية إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى حاجة بسيطة بس جميلة، توجيه رباني، بيقول إيه؟ واحذر كثرة المزاح، فإن اللبيب يحقد عليك في المزاح، والسفيه يجترئ عليك، أي في المزاح. لكن نقول للإمام أن الأصل في المزاح الإباحة، عندنا في الشريعة سعة، والمزاح مطلوب بس مش بكثرة، ما يكونش ديدا، ما يكونش يعني إيه غالب علينا، عمال على بطال في كل وقت. لا، في شيء من الجدية والإيجابية، وفي اهتمام بالأوقات وتوظيف لها في النفع المفيد. فأنا أقول للإمام الأصل عندنا في المزاح الإباحة، لكن بضوابط بدون إفراط. ولذلك كثرة المزاح فعلا الأئمة بيقولوا إيه، فعلا زي ما الإمام بيقول، تسقط الهيبة والوقار والمروءة. اللي بيضحك عمال على بطال عمال على بطال، ده هيبته بتضيع ومروءته بتضيع ووقاره بيضيع. لا شك ان ده خطر، خطر مميت جدا. ليه؟ شو بقى اللي استنبط ان شاء الله يكون في محله، لان كثرة المزاح تؤدي لكثرة الضحك، وكثرة الضحك يعني ما تلقش بالمؤمن، لأن كثرة الضحك فيها خطورة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إياك، خلي بالك خطر، إياك وكثرة الضحك، فإنه أي الضحك يميت القلب ويذهب بنور الوجه. ما تبقى تضحك على طول على طول على طول، لا. إحنا بنقصد إيه؟ قيل يعني عن عمر رضي الله عنه قال، من كثر ضحكه قلت هيبته. اللي يضحك كتير هيبته تضيع، مش مسموع ولا حد هيقبل منه، لانه بيهزر كتير وبيضحك كتير. لكن المقصود هنا عشان نبقى واضحين، الضحك الذي فيه قهقهه وبصوت عالي وبيفتح بقه على الاخر وممكن يقع من كثره الضحك، ده يا جماعه ما يليقش. لكن عندنا التبسم، مش عايز اقول لك سنه، ولو بنية صالحة أجر وثواب. إزاي؟ اسمع معايا قاعدة بقى نقولوها، مجرد التبسم سنة مؤكدة، وإن كان بنية صالحة فيه أجر وفيه ثواب. اسمع
قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتسم على وشه جميلة قوي، لها تأثير السحر، أسرة الابتسامة، أسرة مع الناس كلها. بدري احنا مش عدى علينا ان الامام حضر ان انت تيجي مقطب الجبين ومكشر ومكظم، لا ده ما ينفعش، ده مع المسلمين ومع غير المسلمين لازم يكون في انبساط في الوجه، ما بالك بقى لو كان مع الانبساط ابتسامة خفيفة. والحديث الصحيح المشهور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرغبا في ذلك: وتبسمك في وجه أخيك ها صدقة. يا نهار أبيض، إن أنا أبص فيك كده وابتسم صدقة. صدقة، لأن الابتسامة دي عنوان على إيه؟ على الطمأنينة والسكينة، مش ابتسامة صفرة من بتاعة الناس إياهم بقى اللي وراها وعيد وتهديد، لا، ابتسامة تعطي أمان، تعطي طمأنينة، تعطي رسالة، ممكن تخلي اللي قدامك يبقى يرتاح لك مجرد الابتسامة بس، تقرب القلوب من بعضها. فلذلك نحن نقول للإمام: المزاح ليس ممنوعا على الجملة، لكن الإفراط فيه لأنه يؤدي لكثرة الضحك والقهقهة، هذا الذي يذهب بالمروءة وبالوقار وبالهيبة، وهذا يميت القلب ويذهب بنور الوجه، لا ده مش عايزينه. لكن احنا نقول التبسم جميل جدا، ويكون بنية وبمقصد حسن، ولعلك تجمع به ما قد تنجو به من النار. ازاي حد يقدر يقول لي كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: اتقوا النار ولو يعني شق التمرة. دي فيها جزء من الخير مش كده؟ برضو البسمة دي صدقة ولا مش صدقة؟ مش ممكن دي هي اللي ترجح ميزانك ولا مش ممكن؟ ممكن العملية تيجي يدوبك كده بالظبط، فتيجي ابتسامة تروح مطببة الكفة بتاعتك، وارد ولا مش وارد؟ ابتسموا بقى، فكوا شوية، ربنا يفك عنا وعنكم يا رب. أما قوله: فإن اللبيب يحقد عليك في المزاح. حاجة عجيبة قوي لما بتمزح كتير وبتضحك كتير، هو يقول لك اللبيب، الرجل العاقل اللي تقيل شوية بالبلد يعني، هيحقد عليك. يعني ايه يحقد عليك؟ لعله يقصد معنى ممكن يكون غريب شوية، بس أنا ده اللي استنتجته، يعني قريت كتير ما لقيتش إلا أقرب حاجة المعنى ده. إن اللبيب التقيل ده لما يشوفك بتضحك كتير ومبتسم كتير ومكبر دماغ كتير، هو ده مش شايل هم الدنيا، هو ده مكبر دماغه خالص، ده عايش في الطراوة، ده مبين عليه مرتاح قوي، يبدأ الحقد بقى يخش والحسد. ممكن كده ولا أنا بعيد؟ مشيت بعيد ولا تيجي دي؟ تيجي ما ده وارد. لما الناس بتقول لك يا عم ده الله يسهل له، ممكن يديله عين يجيبه من الآخر لأن تقتل، فبيقول لك خلي بالك انت، ما يعني خليك شوية شوية كده. طيب التاني بيقول ايه بقى؟ بيقول واحذر يعني من السفيه، سيجترئ عليك بكثرة المزاح. هو سفيه وشافك تضحك عمال على بطال، ده بقى هياخد عليك بقى، هيسوق فيها العبط زي ما بيقولوا، فانت كده بتضرب نفسك، بتعرض نفسك للسفهاء، لان انت بتعمل عمل السفهاء، لان كثرة المزاح وكثرة الضحك بالقهقهة عمال على بطال هذا عمل اهل السفاهة. لذلك نحن وسط ولدينا انضباط في هذه المسألة، ان كان ثمت ضحك فيعني بنسبة محترمة، لكن التبسم عندناش فيه مشكلة، بل بالنية الصالحة يكون صدقات وفي موازين حسناتك، بكده انت بتحمي نفسك. لكن في نفس الوقت معلش محدش يزعل، في ناس مكظمة زيادة عن اللزوم، مكشرة زيادة عن اللزوم، ما تقوليش انا عشان خايف من كده، لا، احنا في وسطية، في اعتدال، لان في مثلا اللي مكظم على طول ومكشر على طول وعبوس على طول، ده منفر والله العظيم، زوجتك تنفر منك، أولادك ينفروا منك، ما بالك بأرحامك وجيرانك وزملائك وأصدقائك. الناس يقول لك إيه ده حاجة صعبة، لا إحنا لا ده ولا ده، في حاجة، إيه رأيكم في النبي صلى الله عليه وسلم؟ قمة الجمال والروعة، جمع بين المعاني.
اللي هو ده ولا اللي هو ده، لكن في وسطية واحدة ده في الموضوع. لأن أخواني كثرة العبوس والتكشير والفظاظة الذي تبدو منفرة وتعطي رسالة سلبية، وعلى فكرة ممكن تخوف منك الناس. يا ستي يا رب، إيه ده حاجة صعبة جدا في التعامل. حتى لو يعني أضرب لكم مثال يضحك، يعني أخ راح يناسب واحد، فالراجل طبيعته كده مكشر ومكلم واخد الموضوع جد من أوله كده. الأخ يا دوبك خلع وما رجعش تاني. يا ابني في إيه، ما الناس دي كويس؟ قال لها يا عم ده الراجل وشه مكشر، ده أنا خفت وخلع، خلع راح. طيب ما في ناس كتير كده مننا، ولا إيه رأيكم؟ يا رب استر يا رب. طيب أنا مش عايز أطول عليكم، بس إن شاء الله تعالى الحاجات التانية اللي معانا الإمام هيسرح بينا في حاجات جميلة جدا جدا، فنؤجل الحديث ونتوقف عند هذا الحد على أن نكمل في المرة القادمة إن شاء الله، ونجيب على بعض الأسئلة. أولا، أيهما أولا، سداد الدين أم إخراج زكاة المال؟ لا، نسأل صاحب السؤال، لو عندك مال وبلغ النصاب أو تجارة وبلغت النصاب وحال عليها الحول والدين على أصل التجارة دي، بتنزل الدين أولا ثم تزكي ما بقي. يعني نضرب مثال، عندك محل سوبر ماركت على رأس الحول، الأخرى ما تتكلمش عشان الناس تسمع، الله يكرمكم يا شباب. يا شباب، عندك سوبر ماركت يوم الحول بتاعك، بتخش تجرد البضاعة الموجودة كلها، بتسجلها سعر اليوم بتاع الجملة، وبتحط السيولة تحت منها، وبتكتب الدين اللي ليك برا عند الناس المضمونين. لو قلنا كلهم عملوا 100,000، بس عليك لتجار الجملة 50,000، هتنزل 50% بفضل 50 حد هتزكيه. والدين الميت اللي ما منوش رجاء ده ما تزكيهوش، بس تركنه على جنب، اللي يجي منه تطلع ربع العشر بتاعه على 1025. في حد بيرفع ايده كده؟ تمام. انت جزاكم الله خير. نقول السؤال الثاني، الدعاء لأخ لنا يحفظ القرآن وهو لا يجيد القراءة والكتابة، ما شاء الله تبارك الله، يا رب أمين يا رب. وضع الجاكت أو العباء على الكتف. بالنسبة للحلق، حلق الشارب، ليس من السنة أن يحلق بالموس، لكن يقصر، يقص منه، يحف، لكن لا يزال بالكلية. هذا وهدي نسلم على اختلاف الرويات في ذلك. أما لبس الجاكت يصح في غير الصلاة، ما ينفعش ان انت تحط جاكت ويدك بره، لكن تخش الصلاة تدخل يدك جوه. لكن لو انت حبيت تحطه كده وانت قاعد وانت ماشي، ما فيش مشكلة. الاصل الامر في جواز طالما ليس فيه كبر او استعلاء على الناس. احبك الذي احبتني فيه. اذا حلف شخص على المصحف وسقط يمينه، فل عليه كفارة؟ نقول على ماذا حلف؟ على أمر لم يفعله أو على حق لآخر؟ إن كان حلف على غير الحقيقة يتوب ويستغفر. الإمام الشافعي يقول هذا يمين غموس يغمس به في نار جهنم، ماشي. لكن كثير من أهل العلم من السلف يقولون توبة والإنابة، إن الحسنات يذهبن السيئات، ويكفر طعام 10 مساكين أو الكسوة لو كان الحالة ميسرة، ما فيش بيصوم 3 أيام إن شاء الله. يقول وأنا كنت أحلف كثيرا والآن أتوب عن هذا، الحمد لله. ما علي أن أفعله في حق الله؟ لا، حلو كده بقى، تعالى ونقعد بالورقة والقلم، كم يمين حلفت عليها وما نفذتش؟ عليك على كل يمين كفارة، طعم 10 مساكين، ما فيش يعني صوم 3 أيام، وإن كان الأمر في ساعة تكسي 10 مساكين. هتقول لي 10 أيمانات ده لا تقريبا 15، خد بالأحوط خليهم 15، واللي ما تقدرش تطلعها كفارة صومها إن شاء الله. هل ذكر في السيرة أن سيدنا خضر هو أعلم أهل الأرض؟ سيدنا الخضر في خلاف، هل هو نبي ولا رجل صالح؟ الراجح أنه رجل صالح، وإن كان بعض الأئمة يقول أنه نبي، ولكن كان أعلم الناس في زمنه، في زمن موسى.
لإيصال علم معين لموسى لما سأل المولى هل يوجد من هو أعلم مني؟ مش تكبر خلي بالك ولا استعلاء من سيدنا موسى، لكن طلبا للعلم والاستزادة من العلم. فالله عز وجل قال نعم يوجد من هو أعلم منك. مين؟ قال له روح للمكان الفلاني ولما يحصل إمارة كذا كذا ارجع هتلاقي في وشك على طول. فراح لقى سيدنا الخضر قال له ايه حد فاكر؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ عنده الرشد اللي هو الحكمة المقرونة بالعلم المقرون بالحكمة بالفهم السديد، ولذلك طلب أن يصحبه فكان ما كان من القصة. برجاء الدعاء للطفل عبد الرحمن محمد فوزي، يا رب اشفيه واشفي جميع مرضى المسلمين، يا رب يا رب اشفيه واشفي جميع مرضى المسلمين. نعم، ما حكم رفع اليدين عند دعاء الخطيب وما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟ لم يثبت رفع الأيدي حال دعاء الخطيب، لكن الذي عليك أن تؤمن في السر بهدوء بدون أن ترفع. أما لو أنت الذي يدعو ارفع إيدك كنت بتدعي ما فيش مشكلة. أما مسح الوجه البعض يقول هذا ليس من السنة، والبعض يقول ثابت عن بعض الصحابة، فالأرجح تركه. لقطة على اليوتيوب لبنت 7 أو 8 سنين وهي تحت الأنقاض تبكي وتقول أنها ما صلت اليوم، لا إله إلا الله. هذا نتاج التربية. أنا بقول دي رسالة من ضمن الرسائل اللي في الزلزال. البنت دي أنا شفت المقطع بتاعها وهي في المستشفى في حالة غيبوبة بتقول ما صليت اليوم، ما صليت اليوم صلوات كثيرة وهي في غيبوبة. أنا أقول دي رسالة، دي تربت، دي أسرة كريمة، دول ناس بذلوا وربوا أحسنوا التربية. أنت عملت إيه في أولادك؟ أنت بتحط ده فوق ليه؟ مهم يعني ولا؟ ماشي، الأسئلة كتير خلي بالك كده هنطول على الناس. ادعوا لأمي بالشفاء، ربنا يشفي أمك وأمي كمان يا رب، أمهات المسلمين جميعا يا رب. نشهد الله، أيوة نشهد الله أن نحبك، أحبك الذي أحبتني فيه. أرجو الدعاء لأخي حماد أبو بكر الحرباوي، اللهم اغفر له وارحمه يا رب العالمين. الله يرحمه، كان من الأخوة الأفاضل عليه رحمة الله. حلف على شيء ويعلم أنه كاذب ثم ندم، يرد الحقوق إن كان ترتب على هذا الحلف ضيع حق يبقى هو ملزم به رجعه لصاحبه مع التوبة والإنابة والإكثار من الحسنات. الأخ أحمد العريان مريض، ندعو له بالشفاء، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما. شروط التوبة النصوح، لا ده أنت عايز محاضرة، دي عايزة محاضرة إن شاء الله ربنا يصل بنديها لكم على بعض، لأن ما ينفعش إن احنا نقولوها سريعا، لأن إن شاء الله بفكرونا بها ربما تأتينا إن شاء الله قريبا يعني. سؤال، كيف أتدبر القرآن واستشعر آياته بقلبي وكيف يعني؟ في الحقيقة هذا يحتاج أيضا إلى كلام كثير، وهذا إن شاء الله سيأتينا قبل رمضان في كيفية الاستعداد لتدبر القرآن والاستفادة منه إن شاء الله. بعد إذنك، الأخذ الأرضية، أخذ الأرضية فيه ربا مع العلم أن صاحب الوكالة لا يشترط شيء ويقول لو عايز تجيب الفلوس ماشي. خلي بالك الأرضية دي، الناس اللي مش عارف إيه الأرضية، واحد عنده زرعة عنده محصول بيروح صاحب الوكالة يديله مثلا 10,000 جنيه ويقول له تجيب الحاجة دي تبيعها عندي، فياخد عمولة ويشغل وكالته ويستفيد. لو كان بهذه النية يبقى ده قرض جر نفع، هذا ربا صريح. لكن نخرج منه ازاي؟ انا اضرب مثال، مثلا حمادة ده صاحب وكالة، ونجيك يا حمادة الريد تفتوفه، لما عنديش لا زرعة ولا عندي اي حاجة تعطيني، نقول انا دي فلوسي الواحد ما عندوش، لا عنده غلة ولا عنده زرعة ولا عنده طماطم ولا عنده اي حاجة، ولدي الفلوس لا، هو يدي اللي عنده ايه؟ اذا ده قرض جر نفع، فنقول لا ده كده ربا. لكن لو حماد اي حد يجي له من الشارع يقول له اديني فلوس سلف واجيبها لك على كذا ويديله من غير ما يشترط جائز. طيب الحل المخرج، يبيع بيع سلم، يعني ايه؟ عندك مثلا غله او عندك طماطم ماشي ومحتاج فلوس تكمل زرعتك،
ممكن تبيع يعني كمية محدودة، اردبين ثلاثة طن اثنين، تقطع سعر وتحدد وزن وتدفع الثمن في مجلس العقد، وعلى ما تطلع الطماطم أو تطلع الغلة تسلم الكمية اللي اتفقت عليه وبعتها، زاد السعر ده قدره هو ورزقه هو، قل السعر يبقى انت خلاص ده رزقك انت ماشي، وباقي حاجتك تبيعها براحتك، لكن تاخد فلوس بشرط ان تهديله الزرعة أو الانتاج، فهذا ربا صريح. جزاكم الله خيرا. تفضل شيخ محمد. ها اقعد 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 عشان نشوف الراجل، اقعد عشان نشوف الراجل بس، اقعد يا علي اقعد يا علي. ها المرأة اللي ربطت تخرج بتحت الانقاض الا لما يقول الحكايه. هذه رساله شيخ محمد، والله حاجه جميله جدا. المراه مش هطلع لما تجيبوا لي حاجه غطي شعري، ده فين؟ ده في تركيا. والله حاجه عجيبه يا اخويا، رساله للنساء اين الحجاب. جزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.